يا ريسة يا كبيرة. في يا بنت عافية؟ الست الصحفية. قولي لها تتفضل. وريني جمال خطوتك بقى وقفلي التلفزيون معاكي الأول. يلا بسرعة يا بنت. يعني يابا. صباح الخير. صباح الفل. شوفي لك حتة تقعدي فيها. بروق عليكي جاية بدري. عشان أسمع منك زي ما اتفقنا وتديني كل النصايح اللازمة. قولي لي الأول الشنطة دي فيها إيه؟ أنتِ الهدوم اللي هنزل بيها الشارع. هدوم الشغل يعني. جرأة إيه يا صحاف؟ هو إحنا مش هنعرف نقطعك ونلبسك ونبهدلك ونخليكي شحاتة بنت شحاتين؟ لا ده والدك نفسه ممكن أخليه شيخ المتسولين. لا ما أنا بصراحة ما بعرفش ألبس حاجة ألبسها حد تاني قبلي. أهو ده اللي أنا كنت خايفة منه وعاملة حسابه. لا يا حبيبتي بصي يا صحافة لا مؤاخذة أنتِ مش ممثلة رايحة تعملي حاجة في التلفزيون ولا في السيما. تقومي تعملي لي مكياج منيل وباروكة شعر جربانة وتقولي لله يا محسنين لله. لا يا حبيبتي والأكادة إيه بقى؟ هما يقبضوا على قلبهم قد كده وأنا أبقى بتفرج ومفروسة إنهم بيشوهوا الشغلانة. أنتِ ساكتة ليه يا صحافة؟ أنا بستفيد من حضرتك. يا اختي حضرتك حضرتك هو انت قاعده قدام وزيره الشؤون ولا رئيسه جمعيه النساء الفضلات؟ انا يا اختي اصيله ابو القمصان. حاضر اصيله هانم يا فندم. يا نهار اسود هانم يلا يرضى عليك احنا قد الهانم. انت عارفه العيال الرم اللي عايشين هنا اللي الكلب الجربان يقرف منهم طلعين عليا اسم كده النعجه ولاد الهبلة مش يقولوا الخرتيتة ولا أم زلومة. هم فاكريني مش عارف بس أنا عارف ومش زعلانة أنا فرحانة. فرحانة بالنعجة يا استأصيلة؟ لا يا صحافة يا عسل انتي. هو في ست في الدنيا تفرح لما يشبوها بحيوان؟ أنا فرحانة لحاجة تانية خالص إن محدش فيهم قدر يتجرأ ويقولها في وشي. أنا فرحانة عشان أنا مزاجي كده عايزة أشوفهم جبنة على طول. أيوة فهمت ده اللي بتقال عليه لفاش كريم. عارف إن هما بيقولوا عليه كده بس موافق وساكن صح؟ اسم الله عليكي. بقولك إيه مفيش وقت قومي البسي هدوم الشغل اللي انت جايباها لازم أتفرج عليها. أعرف هدوم تمثيل ولا بتاعت حق حقيقي. يلا ماشي. طيب أنا هغير فين بقى؟ هنا. في ايه يا صحافه مالك تنحتي كده؟ الله هتتكسفي مني؟ ده انا زي امك يا بنتي. بتتكسفي من امك؟ طب اغمض عيني وادي وشي الناحيه الثانيه اهو. طب عارفه يا استاصيله؟ ده انا كنت بتكسف من امي وانا في اولى ثانوي. والله والنعمه انت صعبانه عليا يا صحافه. امال يا اختي ليله الدخله بتاعتك هتقولي ايه لعريسك؟ مكسوفه؟ والله مش عارفه ساعتها ممكن يحصل ايه بقى. الشغلانه دي حبيبتي ما فيهاش مكسوفه. اللي بيمد ايده ويتزل ويشحت ما يتكسفش. امال يا اختي هتعملي ايه لما اقول لك على المفاجاه الكبيره؟ احنا لا مؤاخذه هنا ما عندناش غير دوره ميه واحده بيقلعوا فيها وبيستحموا فيها. يوم النسوان تستحمى لوحدها ويوم الرجاله تستحمى لوحدها واحيانا بيختلطوا. بس انا بعمل نفسي مش عارفه. تحبي تقلعي فين؟ لا احب هنا طبعا.